بص يا شباب، في الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشنز كان عندنا 5 ايكويشنز، 3 شبه بعض و2 شبه بعض، 3 و2. مين الثلاثة؟ كان عندنا الكابر الأول، بس كده إيه، ناخده كوبي من دي كده ثانية هنا بس. كان عندنا أول ثلاثة الكابر، اسمه كابر إيه ده يا شباب؟ كربونات. كربونات CuCO3، ده اسمه كابر كربونات. التلاتة كابر، وده اسمه كابر ايه؟ سلفيت. صلفيت. وده اسمه كابر ايه؟ هيدروكسيد. هيدروكسيد. ليه انا حطيت 2 في حالة الهيدروكسيد؟ حطيت براكت و2، ده الوحيد اللي عندنا في المنهج في براكت و2، الوحيد ده. مش اي حاجة تانية في المنهج فيها البراكتس ديت. ها، ليه حطيت براكتس و2؟ هفكركم، عشان ده كنا بنقوله عليه divalent، يعني بيحب يلوز 2 electrons، لكن ده monovalent. مونو. monovalent يعني ايه؟ يعني بيجين 1 electron، يجين 1 electron، ماشي؟ فطبعا الدايفيلنت اللي عايز يلوز 2 لازم ياخد 2 من المونو، عشان كل واحد مونو ياخد له الكترون. اللي راجع الحته ديت تمام، اللي ما فهمهاش مني دلوقتي راجع الفيديو بقى بتاع الشرح دي، انا قلت شرحتها بالتفصيل. ماشي، الثلاثه كابر، الثلاثه كابر، كابر كربونيت وكابر سلفيت وكابر هيدروكسيد. الثلاثه دول لما كنا نعمل لهم ثيرمال ديكومبوزيشن كانت في حاجه كومن ما بينهم، وطبعا لازم نحط الترينجل دوت اللي هو رمز الهيتنج. كانت دايما بتاخد الاكسجين. كان دايما جدع يا نور، كان دايما الكابر تاخد لها من هنا، تسرق لها اكسجين، تسرق لها اكسجين من هنا، فيطلع ايه بقى دايما؟ مين الحاجه الكومن اللي ما بينهم؟ سي او او، اللي اسمه ايه؟ كابر اوكسيد. كابر اوكسيد. ولونه ايه؟ بلاك. لونه بلاك، عشان كده كان بيجيب لي جيف ريزن ليه في بلاك سبستنس طلعت، بنقول له ديو تو ذا فورميشن اوف كابر اوكسيد. مين البلاك سبستنس ديت؟ هي الكابر اوكسيد. دول كلهم بلاك، الثلاثه دول، اهو الثلاثه اللي هو واحد دايما كان يطلع لي الكابر اوكسيد في الايه، في اللعبه دي كده. خلاص، ده كان بيجي عليه سؤال جيف ريزن ليه في بلاك substance طلعت، فبيقول له due to the formation of copper oxide. وافكركم، اي جيف ريزن واي وات هابن، بيتكلم على chemical equation. لو سمحت تكتب الكيميكال equation قبل ما تبتدي في الانسر بتاعتك، حتى لو كان choose، ما انت مش هتعرف تحل اللي choose الا بالكيميكال equation. خلاص نكمل. طيب هيبتدي يطلع بقى product يميز كل واحد حصل له thermal decomposition، يعني ايه؟ هنعرفه دلوقتي. لما الكابر ياخد من الكاب، من الكربونات اكسجين، مين الاولان اللي هيطلع؟ مين هنا؟ CO2. CO2. طب والتاني هيطلع فيه ايه؟ SO3. اسمه ايه SO3 ده؟ سلفر تراي اوكسايد. سلفر تراي، يبقى ده اسمه كربون داي اوكسايد، ده اسمه سلفر تراي اوكسايد، ماشي كده. طب والاخير هيطلع منه ايه؟ ووتر. ووتر فيبر. H2O. ووتر فيبر، حلوه قوي. لما اجي اجيب لك سؤال مثلا تشوز، واقول لك الكربون، واجيب لك الثلاثه دول في اللي تشوز، الثلاثه دول، واجي اقول لك مثلا الووتر فيبر هيطلع منين؟ ما ينفعش تقول لي من الكابر كربونيت، ما ينفعش تقول لي هيطلع من هنا. يجيب لك تشوز، يقول لك في الثيرمال ديكومبوزيشن هيطلع منين الكربون دايوكسيد؟ لازم ادور على حاجه فيها كربون اللي هو الكابر كربونيت. لو قلت لك السلفر ترايوكسيد هيطلع منين؟ اكيد في حاجه فيها سلفر اللي هو الكابر سلفيت. مفهوم الحته؟ دول ثلاثه متشابهين في الثيرمال ديكومبوزيشن.
خلاص، وكل واحد كان بيطلع ايه برودكت بيميزه. طيب الكربون دايوكسيد دوت كنت بكشفه ازاي؟ بكشف الكربون دايوكسيد ازاي وهو طالع؟ حد يعرف؟ كان بيكريز البيرنينج. صح، ده بالنسبه للبيرنينج. في حاجه تانية بقى بتميزه بقى، في سابستانس بنستخدموها نكشف الكربون دايوكسيد. اللايم ووتر. برافو. بيعمل ايه فيها يا ملك؟ تربايد. بالظبط، تربيدز لايم ووتر. ده تربيدز لايم ووتر، يعني تشينج سلايد لايم ووتر انتو ميلكي، بيحولها للون الميلكي. طيب تعالوا نتكلم على الالوان. احنا عرفنا خلاص الكابر اوكسايد اسمه لونه بلاك. طيب الكابر كربونيت يا شباب لونه جرين. جرين. وقلنا عشان ما نتلخبطوش الكربونيت لونه جرين، ماشي؟ هو كابر ايه؟ كربونيت لونه ايه؟ جرين. علموها الكابر كربونيت. طب والاثنين التانيين لون بلو. بلو. حلو قوي، يبقى ده بلو وده بلو. يبقى في الثيرمال ديكومبوزيشن كلهم بيطلعوا بلاك. بالظبط، في الثيرمال ديكومبوزيشن هتختفي الالوان دي كلها ويظهر البلاك. حلوه قوي. دول الثلاثه اللي شبه بعض، فاضل لنا اثنين شبه بعض برضو. مين بقى؟ ده اسمه ايه؟ ها؟ ميركوري اوكسايد. وده اسمه ايه؟ صوديوم نيتريت. صوديوم نيتريت، حلو قوي. صوديوم نيتريت لما نيجي نعمل ثيرمال ديكومبوزيشن يبقى هنحط تريانجل، هنحطه تريانجل بالشكل ده كده. وبعدين فادينا اتش جي، اما يتفكوا بقى ادينا اتش جي بلس الاو، صح؟ فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنقوم ما ينفعش الاكسجين دي تقعد لوحدها، لازم بيحط تو، نحط تو جنب ال اتش جي او وجنب ال اتش جي. بالظبط، فكنا نقول ان في موليكيول ثانيه من ال اتش جي او هتتفك، فنقول 2 اتش جي او، يبقى الايكويشنز ديت فيها بالانس. الايكويشنز الثانيه دي ما كانش فيها بالانس خالص، دي كده هنعمل فيها بالانس، فنحطه ايه 2 اتش جي او كده اهو. هنقوله ان في اتش جي او ثانيه هتتفك فيطلع لي واحده ثانيه اتش جي، والاكسجينيه الثانيه اللي هتطلع هتربط مع الاولانيه فهتعمل لي او 2. نخليها دي عادي او 2 عشان ده مش بالانس. ماشي، او 2. حلو قوي. طيب الصوديوم نيتريت، حد فاكر كان ايه اللعبه اللي بتحصل؟ احنا قلنا هنا ان الكابر بيسرق اكسجينيه من الجروب اللي معاه، لكن هنا ايه اللي هيحصل؟ حد فاكر انا قلت ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم هيسرق كل الجروب ما عدا اكسجينيه، هياخد كل الجروب ما عدا اكسجينيه، فيديني ايه؟ ان NaNO2. الله ينور عليك. اسمها ايه NO2 دي؟ اسمها ايه دي؟ نايترايت. لا هي نايتريت اهي. NO3 دي النايتريت، NO2 نايترايت. دي كده نايتريت، نايتريت. يبقى ده اسمه صوديوم نايتريت ودي اسمها نايترايت، يبقى ده اسمه صوديوم نايترايت. ماشي، بلس هيسيب اكسجينيه، فما ينفعش الاكسجينيه، ما فيش اكسجين في النيتشر بيبقى او بس، ده اكتف. فبيحصل ايه؟ تحصل نفس اللعبه اللي حصلت. فيقوم واحد تاني يتفك فيطلع لي واحد تاني صوديوم نيترايت، والاكسجينيه اللي بتطلع تربط مع الاولانيه وتديني او 2. يبقى دول متشابهين في ايه؟ متشابهين في البالانس اهو، متشابهين في البالانس، وان الاثنين ادي البالانس اهو، والاثنين بيطلعوا اكسجين. حلوه قوي. طيب حد يفكرني بقى الاكسجين دوت اكشفه ازاي؟ الاكسجين اللي بيطلع بالظبط بيزود البيرنينج بتاع الماتش دوت، increases
the burning increases the burning وخلاص. حلو قوي. طب تعالى نتكلم على الالوان. الميركريك اوكسايد كان لونه ايه؟ ريد. ريد. حلو قوي. ده كان لونه ريد. طيب وبيطلع سيلفر. والتاني الميركري معروف لون الميركري ان هو ايه؟ ان هو سيلفر. ده لونه سيلفر. طيب بالنسبه للصوديوم نايتريت لونه وايت. وايت. فيتحول وبيبقى يلوش وايت. يلوش وايت. يلوش وايت. وانا طبعا انا عرفتكم الوات هابنز والجيف ريزن بتتجاوب ازاي. يعني يجي يقول لك مثلا وات هابنز when heating red mercury oxide. when heating red mercury oxide فكنا بنقوله ايه؟ the red mercury oxide is decomposed هيتفك by the effect of heat into silver color of mercury and the oxygen gas evolves. بنقرا الايكويشن يا شباب، بنقرا الايكويشن. لما يجي يقول لي what happens when heating مثلا the green copper carbonate، فاقول له the green copper carbonate is decomposed by heat into the black copper oxide and the carbon dioxide gas evolves. عشان كده قلت لكم نكتب الايكويشن الاول قبل ما نجاوب. خلاص. طب الجيف ريزن هنا في الايكويشنز ديت هتجي لي ازاي؟ هتجي لي على السيلفر ده واليلو شوايت ده. هيقول لي ليه الريد اختفى والسيلفر ظهر؟ ليه السيلفر ظهر؟ عشان الميركوري اتكون. طب ليه الوايت اختفى واتكون يلو شوايت؟ due to the formation of sodium nitrite. ماشي؟ يبقى احنا بنكتب الايكويشن عشان هنعرف نجاوب منها. هتكتب لي الايكويشن الاول عشان نجاوب منها. دول الثيرمال ديكومبوزيشن يا شباب. طيب تعالوا نتكلموا بعد كده على السيمبل سبستيتيوشن رياكشنز. سيمبل دول كانوا واخدين لوحدهم حصه الثيرمال ديكومبوزيشن. سيمبل سبستيتيوشن رياكشنز. سبستيتيوشن رياكشنز كانوا نوعين، سيمبل ودبل، وكان كل واحد فيهم في ثلاث انواع. السيمبل سبستيتيوشن رياكشنز يا شباب هو عباره عن اكتيف اليمنت بيدخل مكان ليس اكتيف اليمنت. اكتيف واحد اكتيف، اكتيف اليمنت سبستيتيوتس أو replaces يعني substitutes a less active element. less active واحد بيدخل مكان واحد عشان كده قلنا simple. ماشي؟ لكن في الدبل substitution هيبقى ion وion أو radical وradical، نص ونص. طب بنعرف الاكتيفيتي منين يا شباب؟ الاكتيفيتي بنعرفوها منين؟ ها حد عارف؟ الكيميكال الوتر والاسيد. ايوه يا ملك. كيميكال اكتيفيتي سيريز. تمام، من الكيميكال اكتيفيتي سيريز. حد حفظهم الكيميكال اكتيفيتي سيريز؟ كنا قلناهم ازاي؟ كنبه ماشي، كمجال، كنبه كمجال، زنفسن ليد. وبعد كده مين اللي بيجي بعدهم؟ الكوبر، الهيدروجين. النص الهيدروجين ده جوه الكيميكال. بعد الكوبر وبعد كده الكابر. الكابر بقى الهيدروجين. الكابر والجولد والسيلفر. ماشي، والسيلفر اهو، والسيلفر اي جي، والبلاتينم والجولد، وهكذا. وانا قلت لكم دول عباره عن الميتالز الغاليه ليس اكتف، هي ما بتصديش عشان كده غاليه. ماشي،
دي اسمها ايه؟ كل دي اللي انا كتبتها دي الكيميكال اكتيفيتي سيريز، علينا تتحفظ. دي الكيميكال اهو، كيميكال اكتيفيتي سيريز. طب الأسئلة بتاعتها بتيجي ازاي؟ حاضر، اما نكتب الايكويشنز اقول لك الاسئله تيجي ازاي. ناخده من هنا كوبي نحطه هنا. طيب تعالوا على السيمبل سبستيتيوشن اللي فيها اكتف بيدخل مكان ليس اكتف، واحد قوي يدخل مكان واحد ضعيف. كنا واخدين ان في ثلاث انواع من السيمبل سبستيتيوشن، ان ميتال يدخل مكان الهيدروجين بتاع الووتر، او ميتال يدخل او مكان الاسيد او السولت. ايوه بالظبط، او الميتال يدخل مكان الهيدروجين بتاع الاسيد، او ميتال مكان ميتال. ماشي، ناخد اول واحد، ميتال مكان الهيدروجين بتاع الووتر. على فكره ممكن يقول لك ميتال وهيدروجين في ووتر ويسيب لك كده وما يقولكش الاكزامبل مين. مين الاكزامبل؟ حد فاكر مين اللي كنا بنحطه على الووتر وكان بيعمل فرقعه؟ صوديوم. صوديوم، تمام يا نور. كان ال Na plus H2O. الايكويشن دي اخذناها كذا مره، اخذناها في اولى اعدادي وفي ثانيه اعدادي. ماشي، وادي ثالثه اعدادي، صوديوم مع ال H2O. وقلت لكم ال H2O ممكن نكتبوه HOH، ال H2O وقلت لكم ممكن نكتبوه HOH. فلما يطرد، لما يطرد الهيدروجين هيقعد مع مين؟ هيقعد مع ال OH، فيديني مين؟ NaOH. اسمه ايه ده؟ صوديوم هيدروكسيد. صوديوم هيدروكسيد بلس مين اللي هيطلع؟ ال H-ية. هيدروجين. الهيدروجين، الهيدروجين هيطلع، ما ينفعش الهيدروجين تقعد لوحدها بالشكل ده، فيحصل ايه؟ تيجي واحدة صوديوم تانية تطرد هيدروجينية تانية وتقعد مع الـ OH، فتعمل لي واحدة تانية NaOH، والـ H التانية اللي هتطلع تربط مع الـ H الأولانية فتعمل لي H2. آدي الهيدروجين جاس اللي بيطلع. يبقى أنا عندي إيه اللي حصل؟ عندي الصوديوم سبستيتيوتس الهيدروجين. هنا بقى السؤال، هنا السؤال، هنا يجي لي سؤالين. What happens؟ What happens when putting a piece of sodium in a cup of water؟ هعمل ايه؟ هكتب الايكويجن. هعمل ايه؟ هكتب الايكويجن. حطوها في دماغكم لو سمحتوا. اول حاجه هتكتب لي الايكويجن عشان دي اللي هتشرح منها. فيقول لك what happens when putting a piece of sodium in a cup of water؟ هتقول له ايه اللي هيحصل؟ هتقول له صوديوم هيعمل ايه؟ سبستيتيوتس. فهمه ان انت عارف نوع الكيميكال ايكويجن دي، فهمه ان انت عارف ايه الكيميكال رياكشن. هتقول له صوديوم سبستيتيوتس ذا هيدروجين اوف ووتر، سبستيتيوتس الهيدروجين بتاع الايه؟ بتاع الووتر. producing ايه؟ producing صوديوم هيدروكسيد ان هيدروجين جاس ايفولف. ايوه، which بيعمل ايه الهيدروجين؟ with pop sound. شكرا، which burns with a pop sound، فبيطلع فيه ايه؟ burning، بيطلع فيه نار كده، فيه heat بتطلع من ال من الرياكشن، which burns with a pop sound. ده أول واحد. طيب سؤال يسألك سؤال الجفريزن عشان تبقى عارف، يقول لك هو ليه الصوديوم، ليه الصوديوم أو ليه الصوديوم reacts with water؟ ليه؟ ليه الصوديوم عرف يعمل رياكشن مع الووتر؟ ليه؟ هو مور اكتف. بالظبط، هيدروجين بس اكتف. بالظبط، هنقوله بيكوز الصوديوم از مور اكتف الهيدروجين، او الهيدروجين ليس اكتف الصوديوم، اي حاجه. وير ات كمز بيفور، وير الصوديوم كمز بيفور الهيدروجين او بريسيدز هيدروجين ان ذا كيميكال اكتيفيتي سيريز، احنا ممكن نكتبوها سي اي اس، كيميكال اكتيفيتي سيريز. Where sodium comes before hydrogen the chemical activity series. ادي الاسئله اللي تيجي على chemical activity series. ليه الصوديوم عرف يعمل reaction؟ عشان هو more active than الهيدروجين. طيب نكمل، ده اول واحد، ان ميتال يدخل مكان الهيدروجين اوف ووتر. عندنا كمان
الميتال لما يدخل مكان الهيدروجين في اسيد كان عندنا ثلاثه رياكشنز، حد فاكرهم؟ كان عندنا الالومنيوم الكوبر ايوه والزنك والالومنيوم. ادي الالومنيوم وادي الكوبر، الثلاثه دول مع بعض هيدخلوا مع مين؟ هيدروكلوريك اسيد. بالظبط، مع الدايليوت هيدروكلوريك اسيد HCl. فبنكتبه ايه على السهم يا شباب؟ دايل دايل دايل. طب الووتر كنا بنكتب ايه على السهم؟ لا ما تكتبوش حاجه. دايل يعني ده، يعني ال HCl ده دايليوتد يعني مخفف، مخففينه بميه مش كونسنتريتد يعني. خلاص؟ طيب تعالوا نشوفوا كده ال Zn وال Al وال Cu على الكيميكال اكتيفيتي سيريز. فين ال Zn؟ اهو موجود قبل الهيدروجين؟ اه قبل الهيدروجين. طب وال Al؟ اهو موجود قبل الهيدروجين. طب وال Cu ايه اخباره؟ اهو بعد الهيدروجين. يبقى مين من الثلاثه دول مش هيعمل الكيميكال رياكشن؟ الكوبر. يبقى نيجي عند ده، ده المقلب، ده نو رياكشن. ماشي، ده ايه؟ نو رياكشن. طب لو سالك جيف ريزن يبقى ده كده نروح للكيميكال اكتيفيتي سيريز، نقول له because copper comes after الهيدروجين in the chemical activity series so it less active than الهيدروجين، مش اقوى من الهيدروجين ده عشان يطرده. Because copper is less active than hydrogen where it comes after hydrogen in the chemical activity series. طيب طب بالنسبه للزنك وبالنسبه للالومنيوم، الزنك والالومنيوم عرفنا ان هما more active than الهيدروجين وبالتالي يقدروا يعملوا replacement، الزنك والايه والالومنيوم. ماشي، طيب الزنك لما يطرد الهيدروجين هيطلع لي ايه؟ زنك كلورايد. ماشي صح، يتكتب ازاي؟ هيتكتب كده صح ولا ايه؟ في لسه حاجه المفروض ميسنج جنب ال سي ال. اه في ايه؟ في 3 صح؟ 2. في ايه؟ 2 ولا 3؟ 2. 2 ليه بقى؟ فكركم الزنك دوت كان من ضمن الاليمنتس اللي قلت لكم تحفظوها الداي فيلنت، ده داي فينفعش ياخد واحدة سي ال من المونو، لازم ياخد اتنين سي ال. التو ديت بتتنسى، التو دي بتتنسى. انا هقول لكم على الارقام اللي انتوا بتنسوها. ماشي، فالزد ان هنا دلوقتي ما ينفعش تقعد مع سي ال واحده، يعني ما ينفعش تدخل على موليكيول واحده من الاتش سي ال، لازم تدخل على اتنين موليكيولز من الاتش سي ال. مين الاتنين موليكيولز؟ نجيبهم منين؟ عادي، موليكيولز كتيره والحمد لله موجوده في التست تيوب. فكل واحدة زد ان تدخل على 2 HCl وتطرد الاثنين الهيدروجين وتاخد الاثنين Cl، ولما تطرد الاثنين الهيدروجين يقعدوا مع بعض ال H2 يقعدوا مع بعض. وعارفين ال H2 بنكشف عنه ازاي؟ ان هو burns with a pop sound. حلو قوي. طب بالنسبة للالومنيوم، الالومنيوم هيديني الومنيوم كلورايد، بعد ما يطرد الهيدروجين هيديني الومنيوم كلورايد. يبقى ايه؟ ال... هنحط 3 جنبها. 3 صح. ايه هي ترايد؟ عشان هي ايه يا نور؟ ترايكسايد. ترايفيلنت، ترايفيلنت. ترايفيلنت. ترايفيلنت، يعني ايه ترايفيلنت؟ يعني عايزه 3، عايزه 3 الكترونز. والكلورين أنا آسف مش عايزة 3، هي عايزة 2 3، والكلورين عايزة واحدة. طيب الواحدة هتاخد كام؟ هتاخد 3. يبقى الاثنين ألومنيوم ياخدوا كام؟ 6. هياخدوا 6، تمام. يبقى في كام H2 هتطلع؟ 3 H2، عشان يبقوا في الاخر. طبعا انا شرحتها بالتفصيل، دي شرحها طويل شويه، اللي عايز يرجع انا شرحتها ازاي
يرجع في الفيديو هلاقيها مشروحة جميلة في الفيديو. قلت لكم تحفظوها دي، تحفظوا البالانس ده 2623. قلت لكم احفظوا البالانس دوت 2623 ماشي كده. طيب اخر واحد احنا اخذنا دلوقتي ميتال يدخل مكان الهيدروجين of water، اخذنا الميتال اللي بيدخل مكان الهيدروجين of acid. بس في سؤال بس give reason مهم على الاثنين دول، في سؤال give reason مهم على الاثنين دول. ايه سؤال give reason المهم اللي على الاثنين دول؟ مين كان انشط من مين يا شباب؟ الالومنيوم اقوى ولا الزنك اقوى؟ ايه رايكم؟ الالومنيوم. بس مين اللي كان بيتاخر في الرياكشن؟ مين اللي كان بياخد وقت طويل؟ الالومنيوم. مع انه المفروض ده اقوى، المفروض ده اقوى، فكان بيتاخر شويه في الرياكشن عن الزنك. السؤال دوت مهم، ليه الالومنيوم بياخد وقت اطول من الزنك؟ ليه؟ ده سؤال مهم. حد فاكر ليه؟ due to the presence of a layer of aluminium oxide. تمام، due to the presence، بسبب وجود presence. لو انا بستخدم الومنيوم قديم هلاقي مصدي presence of a layer، presence a layer of aluminium oxide، aluminium oxide. بنقوله ان الالومنيوم بيبقى مصدي فبياخد وقت طويل، which takes a time to separate from a from aluminium sheets. Then the aluminium becomes or is exposed to the acid. اخر equation عندي اللي هي metal مكان metal، metal replace another metal. فعندنا الـ equation، عندنا اتنين equations، عندنا Cu plus MgSO4 اسمه ايه؟ اسمه ايه MgSO4؟ magnesium sulfate. magnesium sulfate او المغنيسيوم مع بالظبط لونه colorless. جدع، الكابر سلفيت، الكابر سلفيت ده كان بلو. مين اللي هيعمل رياكشن ومين مش هيعمل؟ الكابر يدخل مكان المغنيسيوم ولا المغنيسيوم يدخل مكان الكابر؟ الكابر مش هيعمل. تمام، يبقى اول واحد ده نو رياكشن، وده عليه سؤال جيف ريزن. لو سالني ليه جيف ريزن هقول له عشان الكابر از ليس اكتف زان هيدروجين. لا زان ايه المره دي؟ كابر ليس اكتف زان مين؟ مغنيسيوم. ماشي، because it comes after magnesium in the chemical activity series. ادي المغنيسيوم اهو وادي الكابر اهو، يبقى الكابر ما يقدرش يدخل مكان المغنيسيوم عشان جاي بعد المغنيسيوم، عشان هو ليس اكتف. طيب لكن يقدر يحصل العكس، ده عليه جيف ريزن. ماشي، فيديني ايه لما المغنيسيوم يطلع الكابر؟ هيديني المغنيسيوم سلفيت SO4 وده كالرلس. مين اللي هيطلع بقى معايا يا شباب؟ لان في حاجه مميزه للرياكشن ده. السيو بس هيكون نازل. ايوه نازل. يعني ايه بقى؟ حد فاكر الكلمه بتاعت النازل ده اللي نور بتقولها؟ نور بتقول نازل، نازل فين يعني؟ اسمه ايه ده؟ precipitate. precipitate، تمام يا بلاجي، precipitate. precipitate ولونه ايه بقى البريسيبيتيت ده؟ red. red، لونه red او بنقوله reddish brown، نقوله red او ساعات لو لقيتوها reddish brown تمام شغال. فلما يجي يسالني ليه في red color اتكون، انا مش عارف ليه red color اتكون، لازم تكتب لي الايكويجن، ساعتها تكتشف مين الريد كالر اللي طلع. يبقى احنا عندنا حاجتين ريد هنا في الايكويجنز بتاعتنا. مين الاثنين ريد اللي عندنا؟ عندنا الكابر وعندنا
الميركريك اوكسايد دول الاثنين الريد اللي عندنا، والبلاك الوحيد اللي عندنا الكابر اوكسايد. تمام؟ طيب في برضو قبل ما ادخل في الدبل سبستيتيوشن عندنا ايكويشنز كده شبه بعض. الزد ان والاف اي والام جي دول في لسن 2 بقى، الام جي والاف اي دول في لسن 2. الثلاثه دول مع 2HCl، 2HCl، ثلاثة دول شبه بعض. بس ده أول واحد، ده في lesson 1 ماشي، وهتلاقوا الاثنين دول في lesson 2. دي كده مع الايرون فايلينجز، لو تفتكروا الايرون فايلينجز اللي كانت بتزود السبيد بتاع الكيميكال رياكشن عشان السيرفيس اريا بتزيد فايلينجز ماشي. دي كده في lesson 2 ودي برضو في lesson 2. التلاتة دول يا شباب كانوا بيدوني ايه؟ ودي بتاعت الكونسنتريشن، دي هتلاقيها في ال HCl بيبقى مكتوب عليها هنا ايه؟ كونك. المغنيسيوم دي هتلاقيها في اللعبة بتاعت الكونسنتريشن، الفاكتورز افكتنج ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن خلاص. لكن هنا هتلاقي مكتوب دايل عادي ودايل ماشي، دايل ودايل. كنا ناخد ال FE مع CL. التلاتة زي بعض، ZN ZN CL2 و FE CL2، بس هما التلاتة أساسا يعني داي. التلاتة داي، الله ينور عليك. فيديني ZN CL2 FE CL2 MG CL2 عشان التلاتة داي زي ما نور قالت. وفي الآخر هيديني في التلاتة بعدين H2 بلس ال H2 في التلاتة ماشي. ده بالنسبة للبوينت ديت. إيه الأرقام اللي بتتلخبطوا فيها؟ أقول لكم على الحاجات اللي أنتوا بتتلخبطوا فيها في الأرقام. بتنسوا ال CL2 ديت، يعني ZnCl2 في ناس كتير تكتبها ZnCl بس، وال FeCl2 وال MgCl2 هكذا، ال AlCl3. هقول لكم على حاجة كمان، الكابر هيدروكسيد CuOH by 2 الوحيد اللي فيه البراكت. حد يعرف الصوديوم كربونات؟ الصوديوم كربونات، رمز الصوديوم كربونات. ها صوديوم NaCO3، هو ده بقى NaCO3. بتنسوا التو ديت، تنسوا التو ديت ماشي. دي الحاجات اللي غالبا بتتلخبطوا فيها، الحاجات اللي غالبا بتنسوا الكيميكال فورمولا بتاعتها. دي بتتناسى، دي صوديوم كربونات Na2CO3، لان ده داي فيلنت، الكربونات داي والصوديوم مونو، الداي يقعد مع اتنين مونو. تمام؟ طيب ندخل على الدبل سبستيتيوشن نمبر 3 كده، الدبل سبستيتيوشن، دبل substitution. reactions. double substitution reactions. كان بيحصل ايه في double substitution؟ simple، كان element يدخل مكان element. لكن هنا double substitution انا قلت لكم الكومباوند بيبقى عباره عن نصين. كومباوند بس الكومباوند الواحد نصين، النص الواحد اسمه ايون او راديكال. فهنا بيحصل double substitution between التو راديكالز، هنا التو راديكالز او التو ايونز substitute each other، راديكالز substitute او التو ايونز substitute each other أو replace each other، بيدخلوا مكان بعض to form two new compounds، فيديني اتنين compounds جداد each other. طبعا أنا مش براجع definitions، أنا براجع على ال equations و give reason what happened زي ما نحلوها في الجزئية ديت. طيب ال double substitution كان عندي ثلاثة equations بس. أول واحد
اسمه مهم اللي كان ما بين acid وalkali to give salt and water كان اسمه ايه الرياكشن ده؟ ها neutralizing neutralization اسمه neutralization reaction وقلت لكم الاسم ده مهم الاسم ده مهم يحبوا يسألوا في الديفينيشن بتاع neutralization reaction يعني ايه neutralization reaction between an acid and alkali to give salt and water acid والكالي اديني salt and water نسيت اكتب لكم على الحته دي بتاعه الهيدروجين بس الهيدروجين كويس انا افتكرتها الهيدروجين دوت ازاي بنكشف عنه ده حد فاكر ازاي هو في حد قالها burns with a Bobson بالظبط ده burns يعني لو حطينا له عود كبريت مولع يولع مع كمان ايه مع pop sound burns with a pop sound عشان برضو ايه نكونوا لمينا بوينتس كتير طيب نرجع للنيوتراليزيشن رياكشن طيب النيوتراليزيشن رياكشن قلنا a reaction between an acid and alkali to give salt and water مين الاسيد ومين الالكالي بقى اللي انا هستخدمهم يا شباب ها المفروض الرياكشنز المفروض احنا حافظينهم مين الاسيد هيدروجين كلورايد الهيدروجين كلورايد او الهيدروكلوريك اسيد اسمه ايه هيدروكلوريك اسيد HCl ادي الهيدروكلوريك اسيد ومين الالكالي اللي هستخدمه او البيس اللي هستخدمه صوديوم هيدروكسيد هيدروكسيد حلو قوي فايه اللي هيحصل هيحصل دبل سبستيتيوشن يعني ايه دبل سبستيتيوشن يعني ده نص ده راديكال وده راديكال وده راديكال وده راديكال هنبدل ما بين الراديكال يعني الان اي تاخد السيل بس خلي بالكم من الفالنسي خلي بالكم من الفالنسي هنا كل اللي عندي مونو مفيش اي مشاكل كل اللي عندي مونو مفيش اي مشاكل فيبقى ال H يقعد مع ال OH وال NA تقعد مع ال CL فيديني NaCl عادي اللي هو صوديوم كلورايد plus ال H2O يبقى acid alkali salt water acid alkali salt water اسمه neutralization reaction ادي اول واحد وكان في سؤال what happens ايه اللي يحصل on heating the products لو سخنت البرودكت اللي طالع لي ده ايه اللي يحصل فكنا بنقوله ان الووتر ايفابوريتس والصوديوم كلورايد ريمينز طيب تاني واحد يبقى اخذنا اسيد والكالي التاني كان اسيد وايه يا شباب كان هو برضو الاسيد وسولت تمام الاسيد اللي بنستخدمه في كل الرياكشنز بتاعتنا HCl مفيش اي اسيد تاني هنستخدمه ها مين السولت بقى اللي هنستخدمه صوديوم Na2 ايوه شكرا Na2 CO3 قلت لكم الرياكشن ده ريزل ساعتها قلت لكم ساعتها ايه ريزلته ده حاجتين وبيطلعوا لي ثلاث حاجات الرياكشن الوحيد اللي عندي فيه ثلاث حاجات وقلت لكم خلي بالكم من التو ديت التو دي Na2 CO3 ماشي طيب فكان بيحصل double substitution ال Na تاخد Cl بس أنا عندي كم Na؟ 2 Na مفروض تاخد لها كم Cl؟ 2 Cl 2؟ آه مينفعش نكتبه طبعا Cl2 هنا ماشي مينفعش نلعب في الكيميكال فورمولا لكن نكتب هنا أرقام على مزاجنا عادي طيب فيديني إيه؟ هيديني 2 NaCl NaCl ادي اول واحد بلس المفروض كان هيديني H2CO3 وانا قلت لكم ساعتها ان ال H2CO3 دوت ده اسمه كربونيك اسيد وده من الويك اسيدز وبيتفك يعني ايه بيتفك يحصل له ديكومبوزيشن زي ما كان بيحصل ديكومبوزيشن قبل كده ازاي H2 هتاخد لها اوهاية من هنا فيديني H2O ويتبقى CO2 فده كان بيديني 2NaCl plus H2O plus CO2
evaporates, ده evolves. وممكن يقول لنا ليه بيحصل effervescence. أول ما بيقول لي ليه يحصل effervescence يعني فوران، يبقى أكيد أعرف إن في جاس بيطلع. effervescence يعني effervescence فوران. ليه بيحصل فوران؟ أكيد في حاجة بتطلع. ليه بيفور؟ وقلت لكم الرياكشن دوت مميز إن كل حاجة فيها موجود فيه 2. أدي HCl عندي 2، أوعى تنسوا التو بتاعتها. Na2CO3، أوعى تنسوا التو ديت. 2NaCl، H2O، CO2. قلت لكم رياكشن ريزل، ده ريزل. خلاص؟ طيب آخر واحد. إحنا أخذنا كده أسيد وألكالي، أسيد وسولت، آخر واحد. ها؟ سولت وسولت. ايه اللي بيميز الرياكشن ده بقى يا شباب؟ حد يقول لي. دايما the reaction of two salt solutions is accompanied by the formation of A. اي اتنين salt solutions دايما بيتكون معهم ايه؟ يطلع ايه البرودكت؟ لازم يبقى في البرودكتس في A. حدش فاكر. طيب مين ال مين؟ PPT. PPT اللي هو precipitate. شكرا يا كارين. اي اتنين salt solutions يا شباب لازم يطلع فيه precipitate. طيب مين التو salt solutions؟ ادي ال AG NO3 اسمه ايه ده يا شباب؟ ها اسمه silver nitrate. والتاني السولت التاني اللي عندي NaCl. NaCl فهيديني مين؟ هيديني ال NA. هيقعد مع ال NA NO3. NA NO3 plus AG CL. مين فيهم بقى البريسيبيتيت؟ ال NA بيطلع البريسيبيتيت. مين هو البريسيبيتيت؟ انا واحد فيهم ال AGCL. ال AGCL هو ده البريسيبيتيت. حبوا يسألوا على السؤال دوت دايما. الاثنين salt solutions، اثنين salt solutions دايما يطلع معاهم are accompanied by the formation of precipitate. لازم بيحبوا يسألوا على السؤال ده. لونه طبعا لونه white precipitate. White precipitate. دول double substitution. أسيد وألكالي، أسيد وسولت، سولت وسولت. آخر نوع من الرياكشنز اللي هو الأكسيديشن ريدكشن. أكسيديشن أكسيديشن and ريدكشن رياكشنز. Oxidation and reduction reactions. طيب مين الأكسيديشن ريدكشن؟ احنا قلنا الأكسيديشن ريدكشن في منهم نوعين، نوع كل الناس عارفاه ونوع الناس بقى بتوع الكيمستري بس هم اللي عارفينه. النوع الناس عارفاه أكسيديشن لما حاجة بتتأكسد يعني حاجة أخدت أكسجين، وفي واحد طبعا إدى الأكسجين. النوع اللي الناس مش عارفاه اللي هو بتوع الناس بتوع الكيمستري اللي هو by losing و gaining electrons. يبقى في نوع by losing we gaining oxygen and the hydrogen طبعا، وفي نوع by losing الايه الالكترونز. وانا قلت لكم ساعتها في الاكسديشن ريدكشن في حته حفظ هنا اللي هي بتاعه الهيدروجين، في جزء حفظ اللي هو بتاع الهيدروجين. اللي هنقوله مع الاكسجين هنعكسه مع الهيدروجين، واللي هيمشي مع الهيدروجين هيمشي مع الالكترونز. طيب اول حاجه الايكويشن اللي على التراديشنال كونسبت اللي كل الناس عارفاه. كمين الإيكويشن اللي بنشتغلوا بيها؟ CuO الكابر أوكسيد plus الهيدروجين. طبعا الأكسيديشن ريدكشن بيحصلوا مع بعض دايما، وكنا بنقولوا عليهم concurrent processes. concurrent يعني إيه concurrent processes؟ يعني متلازمين مع بعض، لازم يحصلوا مع بعض.
في oxidation وفي reduction. وفي واحد عندي oxidizing agent. مين الoxidizing agent ده يا شباب؟ اللي بيدي الأكسجين ولا اللي بياخد؟ ها؟ oxidizing agent. اللي بيدي. بيدي. وعندي واحد حرامي كنا بنسموه ايه؟ لا reducing agent. ماشي reduction دي process. reducing agent the substance. عندي واحد حرامي اسمه reducing agent بيسرق الأكسجين. تمام؟ وقلت لكم لما يجي يسألني على على الأكسيدايزنج ايجنت والريديوسنج ايجنت قلت لكم تبصوا على مين؟ تبصوا على الرياكتنتس. تبص لي على CO والH2 مالكش دعوة باللي بيطلع. اللي بيطلع هنا ماليش دعوة بيه. أي حاجة بتطلع في البرودكتس لا هي أكسيدايزنج ايجنت ولا ريديوسنج ايجنت ماليش دعوة باللي بيطلع في البرودكتس. تمام كده؟ طيب طبعا لما الهوت كابر اوكسايد طبعا هنا في هيتنج يعدي عليه الهيدروجين ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيسرق؟ مين اللي هيسرق؟ ها الهيدروجين. تمام يبقى ده الهيدروجين هو ده اللي هيسرق. يبقى سميه ايه يا ملك؟ ريديوسينج ايجنت. حلو قوي. ده كده اسمه ريديوسينج عشان ده حرامي ده معهوش ده ريديوسينج ايجنت. خلاص فهيسرق الاكسجين فيتحول لايه بقى؟ تحول ل H2O سرق الاكسجين. فيبقى البروسيس دي اسمها ايه بقى لما ياخد اكسجين؟ هو اوكسيديشن. اسمها اوكسيديشن. اوكسيديشن يبقى مين هي الاوكسيديشن؟ هي البروسيس اوف انكريزنج اكسجين جاس اور ديكريزنج هيدروجين. اعكس مع الهيدروجين. Process of increasing the percentage of oxygen gas or decreasing hydrogen. خلاص. ومين reducing agent؟ بنقوله it's a chemical substance. مش it's a process. It's a chemical substance that reducing agent الحرامي يبقى that takes oxygen or gives hydrogen. ماشي؟ الoxidation. وكنا بنقوله على الهيدروجين بنقوله عليه طالما حصل له oxidation بنقوله عليه is oxidized. ماشي هنحطوها هنا. ممكن نقوله عليه حصل له oxidation process او نقوله is oxidized it acid. تمام. طب يبقى الكابر يا عيني بقى اللي اتسرق الكابر اوكسايد اللي اتسرق هيبقى ايه؟ هيبقى CU لوحده. هيبقى CU اهو لوحده اتسرق يا عيني. يبقى ده حصل له ايه ده؟ حصل له ايه؟ ريدكشن. حصل له ريدكشن. ده حصل له عملية سرقة ريدكشن بروسس. أو ممكن أقول إن هو اتسرق. أقول is reduced. is reduced. ماشي؟ فطلع في الآخر الكابر. طيب هو اتسرق أو ادى إيه؟ ادى أكسجين. فبقول عليه إيه؟ اللي بيحصل له ريدكشن بقول عليه إيه إيجنت؟ عشان هو ادى الأكسجين اسمه أوكسيدايزنج. وقلت لكم الحصة دي ساعتها من أكثر الحصص اللي اتلخبط. oxidizing agent بس اظن بعد ما اخذنا عليها بقت لعبه عبيطه يعني. oxidizing agent ده بيدي الاكسجين فبيتسرق منه الاكسجين. وطبعا سهل الجيف ريزن ان احنا نجاوب. لو جه سالني ليه الكابر اوكسايد oxidizing agent سالني جيف ريزن هقول له because it gives oxygen to hydrogen. ليه الهيدروجين reducing agent هقول له because it takes oxygen from copper oxide. ماشي قصه ده حرامي عشان بيسرق ده oxidizing agent عشان بيدي اكسجين يعني مش قصه يعني حاجه مش صعبه ما بقتش صعبه. حلو قوي. حد عنده اسئله في الجزئيه دي؟ ده بالنسبه لايه؟ للاكسديشن ريدكشن بس في الايه؟ ده اللي اسمه traditional concept. ده كده traditional concept.
لكن عندنا oxidation reduction بقى اسمه الالكترونيك كونسبت. اهو دلوقتي هنتكلموا على الايه؟ على الالكترونيك كونسبت، يعني by losing or gaining electrons. حد فاكر الاكسديشن هي losing ولا gaining electrons؟ الاكسديشن losing. losing الاكسديشن معناها taking oxygen، taking oxygen، واحد بياخد اكسجين او يلوز الكترون. قلنا اللي هنقولهم على الاكسجين هنعكسهم على الهيدروجين والالكترونز. وطبعا انا فهمتكم ليه اللوزنج الكترونز يبقى اوكسيديشن، اللي عايز يفتكر ليه يروح برضو للفيديو. ماشي؟ طيب اخذنا ايه الاكزامبل؟ اخذنا الصوديوم. الصوديوم ده ميتال 11، ده ميتال. الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه 281 KLM بلس. لما يجي يعمل رياكشن مع الكلورين 17، كلورين ده نون ميتال، نون ميتال، ده الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه 287 ماشي KLM. وهيعمل جيننج. ايه اللي هيحصل؟ مين هيعمل لوزنج ومين هيعمل جيننج؟ ال NA هتعمل لوزنج. ايوه، والسي ال تعمل جيننج، يبقى هنا هيحصل لوزنج اند ايه؟ اند جيننج. ازاي؟ هيطلع الالكترون من الصوديوم يروح للايه؟ للكلورين، عشان في الاخر كل واحد يبقى عنده 8 في الاوتر موست انرجي ليفل. فتبقى اللعبه ازاي؟ نكتبوها بقى من جديد بعد ما حصل لوزنج وجيننج، فيتحول ل 2 8 Cl 288. مستر هو النت بتاع لوجي خلص فهي مش عارفه تخش تاني. طيب على العموم هي متسجله يعني، الحمد لله انا سجلتها. بس في الحاله دي يا شباب ان الميتال بعد ما بيلوز النيجاتيف، النيجاتيف بتاعه بيقل وبيبقى عنده بوزيتيف بروتون اكتر فبيتحول لبوزيتيف ايون. والكلورين بعد ما بياخد نيجاتيف اكتر فالنيجاتيف عنده بيزيد، النيجاتيف الكترونز بتزيد عن البروتونز ب 1 فبيبقى نيجاتيف ايون. فبيحصل ما بينهم حاجه اسمها ايونيك بوند، يعني دول مع بعض كده اهو Na بوزيتيف Cl نيجاتيف، فبيحصل ما بينهم ايه؟ ايونيك بوند، فبيربطوا مع بعض. يبقى ال Na واحده بتاخد Cl واحده، بس ال Cl في النيتشر مش بيبقى موجود كده. يعني الصوديوم لما بيجي يتفاعل مع السي ال ما يتفاعلش مع سي ال واحده، ده بيدخل مع سي ال 2. الكلورين زي الهيدروجين وزي الاكسجين لازم يبقى اسمه ايه؟ داي اتوميك. داي؟ داي اتوميك، يعني لازم بيبقى الموليكيول بتاعته من 2 اتومز. ما ينفعش، احنا عرفنا ان الواحده تاخد واحده، يبقى المفروض 2 سي ال هياخدوا 2 Na فبيديني 2 NaCl، 2 NaCl. طيب ده بالنسبة للرياكشن ده. لما يجي يكتب لي الرياكشن بتاع الصوديوم لوحده، هو الصوديوم حصل له ايه؟ حصل له لوزنج، حصل له لوزنج صح؟ صوديوم لما حصل له لوزنج اداني Na بوزيتيف ايون بلس الالكترون. طب والكلورين عمل جيننج، يعني عمل جيننج وعمل سي ال ماينس يعني اخذ الكترون. واخدين بالكم لما حصل لوزنج انا كتبت الالكترون فين؟ وما حصل جيننج انا كتبت الالكترون فين؟ فاداني سي ال نيجاتيف. مستر هو ممكن الحته دي تاني؟ تاني. صوديوم عمل لوزنج، يعني يعني فقد الالكترون، طلعه، طلع الالكترون، رماه مش عايزه.
الكلورين عمل جيننج، يعني كلورين بلس الكترون اخذ الكترون، بلس الكترون يعني اخذ الكترون. ماشي كده، وجود الالكترون هنا على اليمين في البرودكتس معناها لوزنج للالكترون، وجود الالكترون على الشمال مع الرياكتنتس معناها جيننج للالكترون. وبالتالي لو جاب لي اي رياكشن فيها الالكترون على اليمين هنقول له دي اوكسيديشن، دي اوكسيديشن. لو جاب لي الالكترون على الشمال يبقى ده ريدكشن عشان ده جيننج. تمام يا كارن؟ اه تمام. الالكترون على الشمال يبقى بياخد الالكترون، الالكترون على اليمين يبقى طلع في البرود، طلع فقدته، طلع في البرودكتس. ماشي؟ ممكن يجيب لي اي ايكويشن بقى على مزاجه هو ويكتب لي الالكترون على اليمين او الالكترون على الشمال، تبقوا عارفينها بقى. طب طالما الصوديوم ده حصل له اوكسيديشن يبقى هو ايه؟ يبقى هو reducing agent، يبقى الصوديوم reducing الميتال دوت reducing agent. الميتالز، الميتالز يا شباب الميتالز بتلوز الكترونز فبيحصل لها اوكسيديشن يبقى هي reducing agent. النون ميتالز بتجين oxidizing agent يبقى هي oxidizing agent. دول oxidizing Dizing agent. ولخصتها لكم قبل كده في لعبة بسيطة. قلنا الأوكسيديشن اللي بيحصل له أوكسيديشن هو reducing agent وبيحصل له حاجة من ثلاثة. Oxidation يعني takes oxygen أو نعكس مع الاثنين التانيين gives hydrogen أو gives، ممكن نقوله gives أو loses electrons، وتقدر تعكس مع الreduction. اعكس بقى الكلام دوت مع الreduction. كان نفسي احل معاكم امتحان النهارده، كان نفسي احل معاكم امتحان النهارده بس يعني كده كفايه قوي. المره اللي جايه يا شباب